10 لا لا 11 ألف. 11 ألف هذه أشتري بضاعة ثانية، ولا أخلي هذا اللي معطي أبوي الحين، أخلي رأس مالي معي وأشتري بضاعة وينصرف وأكسب 20 ألف. فال20 ألف هذه أخذ بضاعة، يكون صفقة قوية يدبلها من 20 إلى 40. ف وش المشروع اللي يكون راس مالي قليل؟ راس مالي قليل بطلع منه ذهب. هذا والله الورطة الحين. وقعد وقعد 15 دقيقة. يا لا يا ميلو، بس حلا افتح لي محل حلا زين، افتح محل حلا بس هل حلا خرب ولا تصريح كروشة ولا احنا يا ولد مشروع. ها؟ ما في شيء يا قلبي. ها؟ قاعد افكر. تفكر؟ الله احب الناس اللي تفكر. احب افكر والله بصوت. ها في صدري حرارة براكين. هذا انا الورطة. ابو عمر. ابو عمر. ها؟ لا ولا شيء. أبسألك. ها؟ أبسألك. وشو؟ لو. لبيه. أنا خير. تواجه. أبسألك. لبيه. الحين دقيقة زين. الحين وش تصنف؟ لو أنت مثلاً. ها؟ مكيف شغال على درجة 18. أنا ولا. لبيه. الحين لو أنت تاجر. تاجر. عندنا تاجر. فهمت؟ تاجر باخلاقه. بعينك. اضبطك. زين. ها. ومعك يعني نقول معك راس مالك. حلو. نقول. راس مالك. موجود راس مالك. زين نقول اصبر. انت اصبر خلنا عشان لا يطيع عصافير براسي. لا لا يا ولمس لازم تقول لك كلام. دقيق. فهمت؟ معك راس مالك. نقول يعني معك راس مالك. يعني تفتح محل حلا ولا تفتح محل عطورات؟ محل حلا والعطور على حسب المنطقه اللي انا فيها، على حسب الطلب اللي موجود. طيب مثلا ترى الموضوع مو بان هذا افضل ولا هذا افضل، بس راس مالك يكون من ابوك. طيب ما في مشكله. شو المشكله؟ فهمت؟ كسبت فوق ما اعطاك ابوك 10. كسبت 10 من وين كسبتها؟ كسبت من المحل اللي انت مسويه. حلو ممتاز. 10 على حسب راس المال ممتاز. في ربح دام في ربح خلاص. في ربح تمام. العشرة خلال كم؟ هلا والله. خلال نقول شوف انت يا ولد برد. 10 خلال كم؟ خلال شهرين. خلال شهرين 10 آلاف ارباح. ايه زينه حلوه على حسب المحل واللي الربح صافي. ايه حلو. طيب ترجع اللي خذيته من ابوك ولا تخليه معك؟ على حسب يا اخي اتفاقي مع ابوي. اذا انا والله ابوي مسامح لي اني هي مسامح لي. في شغله انت لازم تفهمها. في شغله لازم يسمونها الراس الاحتياطي.
راس المال اللي عندك اذا انت شغلت راس مال ممتاز ثم جيت انت طلعت ارباح، غلط انك تتصرف الارباح هذه لين تكون راس مال جديد، وثم تبدا في شغله اسمها تضخيم راس المال. لابد انك ترجع تضخم راس المال، تضخم راس المال، تضخم راس المال، ثم بعدين عاد اذا انا والله في ساعه عند ابوي اني والله يبى اصبر لي مثلا ارجعها ممتاز حلو، لا خليها. ليش؟ لان انا عندي لازم في شيء اسمه احتياط. بعلمك لبيه، ما ودي اقطعك، انا اعرف لي واحد فتح له مطعم بالشهر يطلع 83. حلو عاد كل شهر يطلع 83، هو يقول انا مطعم محل مطعم انا كشك دخل بالموضوع. لا عشان تدري ان التجاره فيها خير، انا اعطيك مثال التجاره فيها خير. كشك في شهر مشهور من كشك انا مدخل فيه تقريبا اكثر من 83,000. ما شاء الله تقلد من كشك. لا والله العظيم والله العظيم 83,000. ابعلمك من كشك. قل له يلا فتح مطعم حتى الشارع، يعني الشارع مو بقوي الاكل يمشي. ابعلمك وفي 83 يحس منه صار تاجر. باقي يروح يفتح مطعم ثاني. اقولك ما صار لهم 3 شهور على ذا، يفتح مطعم ثاني والمطعم اللي طلع 83 صار راس ماله يحطه بالمحل الثاني. حلو. وخربت الدنيا وانقلبت الدنيا، عفس الدنيا كلها، عفس الدنيا وخسر محلين كلهم. صح. بغى يجيب اكل للمطعم ما معه فلوس. صح. وهو تلخبط وتقلب الدنيا. عشان كذا دائما لا تتشتت، دائما لازم تركز لك على حاجه واحده. ركز لك على نقطه معينه. ثم تطلع راس مالها لحالك. بعض اخوياي اللي بدا في براند معين في تخصص معين سوى، شاف والله دعوه في فلوس، راح طال عمرك فتح براند ثاني. براند مغاير شيء، مثلا على سبيل المثال مثلا براند مثلا طيارات، العاب طيارات، العاب طيارات، والله خلص راح فتح له مثلا براند بلوفرات. هذا مغاير. صح. تمام. ايش سوى؟ خبص الدنيا كلها. في شغله في التجاره دائما هذه اللي تعتمد عليها تجارتك كلها، شغله اسمها سلاسل الامداد اللوجستيات. لوجستيك عندك مضبوط، شغلك مضبوط في اللوجستيك، ادارتك للمخزون، البضاعه، الشحن، كل شيء خلاص ماشي. قوم تجارتك صح، قومها صح، قوم تجارتك على مبادئ وعلى اسس حلوه قويه، صار عندك اشياء دخل ثابته، خلاص ذاك الوقت رح طال عمرك ادخل براند ثاني عادي. تدري ايش اللي صدمني؟ مره جاء واحد، انا ما احب الموضوع اللي يجيك بالتفاصيل، وانا ما احب افكر وانت موجود يا اخي، ما تخلي الواحد يفكر. يقول الخبز وشو؟ خبز؟ ايه اقول عجين وما ادري شو، يروح يفصل لي اياها من وين يجيبونها. ولا جرب تنباع بريال؟ خلاص تنباع. اقول تجاره الكترونيه. ها؟ شرحت لك تجاره الكترونيه من زمان براس مشروع. طيب تجاره الكترونيه ابدا فيها طقطق، طلع مصروفك شوي. ابوي عنده 3 كسرات. خلاص استثمر فيها. ها؟ استثمر فيها. صار في مشاكل وفي صار في مشاكل شوي ومن الشركه واشياء كثيره. خسر ابوي فيها كل شيء. خسر. خسر قويه. فهمت؟ كسرات معروف ايراداتها بالملايين. ابوي عنده 3 كسرات. والحين؟ 2 كبار وواحده صغيره. والحين؟ موجودات بس انها معلقه. مشيك حلال. عليها مشاكل. اي عليها مشاكل. راضي؟ لا لا. كسرات. ايه. فاهم يا ولد، ابي افتح مشروع انا من زمان يا براسي. انا شخص احب المشاريع، جري. فهمت؟ جري. بالمشاريع. فتحت لي مشروع؟ عمل كنت كمان تجارة. صغير كنت. تجارة. 35. لا. جازف. لا مو 35. سلط. 36 كذا. نجحت فيه. تعبان اخوي. وشو؟ مشروع. ايوه. ما اقدر اصرف فيه. طيب تمام. زين. ولم بس. ايوه. نجحت نجاح كبير. ما اعتقد انه اكل من حلو. والله اني كم كان عمرك؟ تجيني جراح. كان عمري تقريبا. دخلي كتاب هنا بس. 16 17. حلو. 18 والله ما ادري. قبل كم ايراداتك ولا؟ كنت طالع ادخل باليوم 1000 ريال. اوه يعني 30,000 ريال في الشهر. 30,000 بس. كم كانت مصروفاتك؟ مصروفاتي قليل. يعني الربح كم الصافي من الألف هذه؟ من الألف؟ يعني رأس مال المنتجات وكذا كم تخسر وكم؟ كنت أحط مخباي 800. يعني 200 مصروفاتك؟ مصروفاتي 200. مصروفات التكلفة؟ 200 كلها 200.
ومشروع ولا يخطر على بالك. يعني 800 صافي. كسبت كسب. انا مشكلتي شخص فهمت اللي كل شيء اعلم كل شيء. حلو سويت مشروع فهمت، غيرت اسم المشروع. انا جيتك بنصر على مشروعي كذا كذا كذا، علمتك الدخل، علمتك مداخل، كل شيء علمتك اياه، صبيت لك المعلومه براسك فهمت. جيت اني انا حاط انا مشكلتي كذا، ما كل شيء اقوله فهمت. هو شوف يا اخي فهمت اللي يعني مثلا انا اغليك ابو ناصر، اجيك من باب اني ابيك تستفيد، ابيك تطور فهمت. نيتك الطيبه هذه ما عليك بيرزقك الله. اسمع زين، اسف يا ابو ناصر، جيت يعني مثلا علمتك واقعد انا اتعب، انا تعبت على ما حصلت على المعلومات دي. انا تعبت تعبت تعب مر فهمت، وقفت مشروعي هذا، جيت علمتك انت، رحت سويت المشروع هذا ونجحت فيه، طابت نفسي منه. ليش؟ رجعت سويته وخسرت، كبيت المشروع، طيب النفس، طابت النفس. ليه يعني هو محكور باسمك؟ ها؟ لا الناس خلى الناس تشتغل يعني شو تشتغل؟ شو يضرك انت لو اشتغل فلان وفلان وفلان؟ إيه؟ السوق يتحمل كثير. انا مو مشكلة بس تاخذ يعني اسم المنتج حقي. هو في شيء اسمه تاخذ في شيء اسمه المنافسه واسرار المهنه. اسرار المهنه والمنافسه هذه مفروض انك الاشياء اللي تميز أيوة منتجك او تميزك عن غيرك، الخلطه السريه بمعنى صح. ايوه هذه مفروض انها تكون اسرار عمل واسرار مهنه. تمام بس انا كنت هذا اللي منقهر منه ولا الباقي؟ لكن كالفكره وكهذا لا يعني لو الفكره انت الوحيد في العالم انت اللي تطبقها. اطبقها أنا الوحيد اللي طبقها. السعودية كلها ما في غير أنت نفس النشاط ذا. السعودية كلها ما في إلا أنا. والآن كم فيه؟ الآن فيه تقريباً حول 20,000 شخص. أوه. ها؟ ما أدري. عايقول. ما أقدر أصرح فيها. لا تحت البث بتعلمني أنت. وش ذا النشاط اللي ما أفكر فيه إلا كحيلان؟ والله بس العظيم أو. الآن 20,000 أكثر. بس. إحنا بشغل مكيف. واثنين. شغل مكيف، ايش تحسون فيه؟ ما بنا برد خسران علينا ابو مبارك. لا والله بعلمكم مثل ما نسترزق. والله يا ابو سابق ان اول ما بدا فيه انا يا ولد، والما حد جت في باله. اسمع اسمع، ليش ما سويت الاسبوع الجاي؟ ترى الاسبوع الاسبوع الجاي ان كاني موجود وانتم موجودين ان شاء الله بجيب لكم فكره مشروع. طبعا سلسله البزنس للتجاره زي الدوره اللي اعطيتكم اياها اليوم. الاسبوع الجاي بجيب لكم فكره مشروع انتم تشوفونه في السوق مكلف، تقولون يا اخي هذا كيف؟ لا انا اجيب لكم تبسيط. انا قاعد ادرس الحين، يعني ما هو بدرس، ابغى ارتب بس طريقه ال تسير الموضوع اي المحتوى عشان اقوله لكم. الله يجعلك تقعد ان شاء الله. حتى لو ما قعدت ما عليك بشرح لكم، لانه مشروع بسيط بسيط جدا الناس تشوفه كبير من برا وتشوف انه يكلف ويكلف. لا انت اذا دخلت في اي مجال تحتاج شخص بس يقول لك على المفاتيح ويعلمك كيف الطريقه من الالف للياء، وهذه بعلمكم اياها ان شاء الله الاسبوع الجاي. بيض الله وجهك. كان جالس فهمت؟ اسلم. من العام هذاك الى يومك هذا كنت اسوي مشاريع معكم ولا بعادي خسرت وطابت نفسي، وليومك هذا افكر بمشروع، ابي مشروع كذا ذكي ما يطلع لحد. خليك معي ان كانك انت موجود ان شاء الله، ولا حتى لو طلعت انت او طلعت انا بكملها في سنابي السلسله هذه كل فتره. ولو الاسبوع الجاي حط عينك على الشيء اللي انا جايبه، تراه كويس ومربح وماشي في السوق. هين يا ابو ناصر ما عندك مشكله، واذا ما عجبك شوف اللي بعده، شوف اللي بعده، او شوف الان اللي هو المتاجر الالكترونيه هذه بدون تكلفه بدون شيء تستفيد منها. انت ابو ناصر مدرسه على ما قال، انت مدرسه يا حبيبي. بس يعني اقصد انا خلاص لا تفكر باللي راح، شوف قدام. الله السوق القمه تتسع للجميع والسوق يتحمل كثير. طيب وش تنصح للمشروع؟ ما اقدر انصحك وانا ما ادري ايش توجهك. طيب انا ما اقدر انصحك، مثلا اقول لك مشروع طيارات وانت لا تعرف للطيارات ولا عمرك ركبتها. لا انا ابغى اشوف عبد الله وش تخصصه
وش يحب، وش هواياته، أنا تخصص وش خبرته، لو عنده خبرة بسيطة في مجال معين. يعني دائما الشيء اللي انت تفهم فيه خلك حوله حوله. تصدق ما حد سألني عن تخصصي؟ ليه؟ كيف؟ طيب وش تخصصك؟ هذا أنا أقولك إياه من قبل شوي. جامعي أنا. أنت خلص الجامعة؟ إن شاء الله. أترك شايب. جاك تسلا. جاك تسلا. وش تخصصك؟ إعلام. الإعلام؟ إعلام رقمي. أفضل شيء هذا. هذا المطلوب ترى في السوق والمستقبل يعني حالياً. التسوق الرقمي هو اللي عليه طلب كبير. أنا عندي معلومات في مصر، عندي أشياء، عندي خطط، عندي واجد، بس فهمت اللي شوف المشاريع واجد حتى في نفس التخصص حقك هذا كثير، لكن تعتمد على رأس المال والإمكانيات. إمكانيات موجودة، واللي أنت يعني قادر عليه، لكن تسوي شيء أنت ما أنت قادر عليه يضيع منك. لا أنا إمكانيات موجودة. أنا كنت أسوي مشروع وأنا ساكت، أسوي مشاريعي وأنا ساكت. أبوي خسر علي يهود كثر شعر راسه، وأخسر أخسر أخسر لين تبرد سب. خلاص قلت يبا خلاص ما راح أخذ منك، أبصر بالعوا كراحة في راسك. سلك لي أنت. لا تمام. لا خلاص خلاص، أنت الآن بديت يعني تفكر صح. لا لا، وهذه دروس ترى. إيه والله دروس. الآن أنا عندي رأس مال، عندي إمكانيات كلها وتب، بس وش عندي حلا أو عطر عطرات. لا تستعجل. ها؟ لا تستعجل، الأسبوع الجاي تبي تشوف. منك نتعلم بس. صدقني شيء الأسبوع الجاي إن شاء الله يعني بتنبهرون منه. أنا أكثر شخص راح أكشف أسرار. أنا أكثر شخص أكشف شخصية سعد غرمي. كيف؟ أنا كاشف شخصية سعد غرمي أبو ناصر. يعني عرفت شوف خلال 30 يوم عرفت وش تفكر فيه. شوف بقول لك الاسبوع الجاي بكشف لكم اسرار في تجار كثير يمكن يزعلون علي لاني كشفت اسرار شغلهم. ما يبغون احد يعلم، ما يبغون يتكلمون لانهم ماسكين السوق وكل شوي يطلعون في السوق منتجات وكذا. انا راح اكشف لك اسرار العمل. زعلك تعلم ولا خشمك شفت كامله. تحب الخير؟ اي والله انا احب الخير يا اخي. اللهم ارزقني وارزق مني. الله يطول عمرك. ان عيالكم ترزقوه يا جماعه. السيف انت في الجلسه دي ما كنت ترتاد الجلسه دي، كان هنا فهد فاعله ايه وسلطان نايف هنا